أمامنا على صورة وفي هذه اللحظة يعطي ضربة البداية لحوار فرنسا وشيلي. بداية المباراة والكرة للمنتخب الفرنسي في محور الدفاع إريك أبيس أنطونيو خيمينيز. ما زالت الكرة للشيلي. التوزيع وتدخل بالرأس من جان كليشي. ما زالت الكرة لموريسيو إيستا وتبعد في الأخير. يضغط في وسط الملعب يحتفظ على التمرير تصل إلى كريم بنزيما في الرواية. بنزيما التوزيع بشكل تسديدة. تسديدة كانت من كريم بنزيما مقوسة أبحث عن القائمة الثانية للحارس كلاوديو برافو. لكن الكرة مرت جانبية إلى ضربة مرمى لمصلحة منتخب تشيلي. 2012 عنده هذه كرة لمنتخب تشيلي لكن موجود تسلل ضد خورخي بالديفيا. أمامنا على صورة سبعة وعشرين عام لعب فريق بالميراس. 47 مباراة مدافع موريسيو إيستا. كريم بنزيما يدخل المنطقة تبعد من فاردو والتسديد. تسديد من مارفين مارتن. أمامنا على الصورة هذه الإعادة. التوغل من كريم بنزيما. عدت مرتدة من فاردو بونسي. استقبال من مارفين مارتن. سدد سنتيمترات فوق العارضة للحارس كلاوديو برافو. وكريم بنزيما تبدو خطيرة للمنتخب الفرنسي. ناصر يبور التسديد تستضيف بالدفاع إلى ضربة ركنية كانت تسديدة فلورو مالودا. المسها بالرأس تلق من سمير نصري ممتازة إلى كريم بنزيما. كريم بنزيما هو مهاجم أولمبيك مارسيليا لويك ريمي. ارتماء في شباك الحارس كلاوديو برافو. هذه الإعادة. التوزيع لويك ريمي. ارتماء راسية يبعد على المدافع أرتورو فيدال ويغالط الحارس كلاوديو. كارلوس كارمونا. كريم ميدل ممتازة في الرواق يدخل منطقة ويبدو لي هناك تسلل ضد جون بوسيجور. واضح التسلل عند انطلاق القمة في الريال ومالودا في تشيلسي. هذا خورخي فالديفيا. دييغو روبيو. فالديفيا يسدد خورخي فالديفيا وكورته جانبية لمرمى الحارس إيغو لوريس. 31 كانت مع دييغو روبيو. قلت لي عبيد شوف الترويض. ترويض كان ممتاز من خورخي فالديفيا. من فالدو بونسي لفريق كروز أزول في البطولة المكسيكية. فالدو بونسي هل يعد المنتخب الشيلي؟ بونسي فوق المرمى. فوق المرمى تسديدة فالدو بونسي. ضربة مرمى للمنتخب الفرنسي. نهاية الوقت الأصلي في شوط المباراة الأول. المباراة الودية بين فرنسا وشيلي. وفي هذه اللحظة مشاهدينا الكرام الحكم الإنجليزي ستيوارت يوري 45 دقيقة الأولى من حوار فرنسا وشيلي بأسبقية فرنسا 1-0. أمامكم صاحب الهدف مهاجم أولمبيك مارسيليا لويك ريمي في دقيقة 20. شوط أول متكافئ رغم أسبقية فرنسا. نعود مع انطلاق الشوط الثاني في الانتظار مشاهدينا الكرام إلى الاستوديو.